هناك شخص نحن مهتمون بأمره قادم من نيجيريا، أظنه وحده. نزل الركاب من الطائرة، سنمسك به عند بوابة التأشيرات. اعتقلنا العديد من الأشخاص القادمين من نيجيريا في الماضي يحملون الممنوعات. تأتي الممنوعات من تصل إلى نيجيريا، حيث يقسمونها ويرسلونها إلى مناطق مختلفة من العالم. نيويورك وجهة أساسية لهم. كالبحث عن إبرة في كومة قش. انظر، هذا هو الرجل الطويل ذو البذلة. أجل لا تفقده. المسافر الذي نحن مهتمون فيه يستخدم محطة تسجيل آلية. المعلومات عن هذا الشخص قوية. إنه يرتبط ببعض الناس الذين قبضنا عليهم مبتلعين الممنوعات قادمين من نيجيريا منذ 10 سنوات. أول مرة يأتي إلى هنا منذ ذلك الحين. إنه قادم بالبذلة الفاتحة. ننتظر أن يأخذ حقائبه لنتكلم ونعرف قصته. إنها معادلة صعبة، عليك ألا تقترب أكثر من اللازم حتى لا تثير الشبهات. عليك أن تبقى بعيدا وأن تنظر إلى الجوار لترى إذا كان وحيدا. لا أريده أن يشعر أننا نراقبه. حاليا نحن ننتظره فقط حتى يستلم أمتعته. قد نجد ممنوعات، وإن لم نفعل فسنتمنى له يوما سعيدا. هناك ازدحام. أجل هذا صحيح. مع المهرجانات سيأتي العديد من الناس، كما أنها بداية عطلة الربيع أيضا. أجل، مطار لوس أنجلوس يا رجل، إن العمل فيه لا يتوقف. سيدي هل تسافر وحيدا؟ أجل. أنت فقط؟ أجل. بمفردك؟ ماذا تعملين لكسب الرزق؟ انتهيت من دراستي للتو. أنا أدرس علم النفس وأعمل في عمل له علاقة بألعاب الفيديو. يوجد مهرجان موسيقي نهاية هذا الأسبوع، لذا يأتي الكثير من الشباب. أحيانا نواجه مشاكل مع الحبوب الدوائية واستعمال الممنوعات. نحن حقا نريد أن نرى الجميع يستمتعون في وقتهم، لكن يجب أن يكون ذلك ضمن القانون. إذا تعمل على اليوتيوب كمدون؟ أجل، مدونات، فيديوهات موسيقية وأشياء غيرها. نظريا لنقل إن أحدهم أتى وقرر أن يتعاطى بعضا من الممنوعات ثم يغادر، ثم تعرض لحادث سيارة، عندئذ قد يؤذي أو يقتل أحدهم. الزيارة الأولى؟ أجل. لذلك إذا أردتم القدوم إلى هنا والذهاب إلى حفل موسيقي وأن تفعلوا ما شئتم لا بأس في ذلك، لكن طالما أنتم في أمريكا نريد منكم أن تلتزموا بقوانينها. ومن هذه؟ زوجتي. زوجتك؟ أجل. هذه زوجتك؟ ما الغرض من الزيارة؟ كوتشيلا. كوتشيلا؟ إلى متى ستظل هنا؟ 5 أيام. 5 أيام؟ هل هل حجزت ما في فندق وكل تلك الأمور؟ أجل، ما الاسم؟ هل تريد اسم ال... لا 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 أريد. لا بأس، إذا أردت القدوم معي فلا بأس. ماذا عنها؟ معا. لا لا، هل بإمكانك القدوم معي؟ ماذا تفعل لكسب الرزق؟ أنا مدير ناد في باريس. ناد في باريس؟ أجل، رائع. ما عملك؟ مدونة أزياء. ماذا يعني ذلك؟ هل تعرف إنستغرام؟ لا، إنستغرام بالكاد لدي حساب في فيسبوك، لدي 5 أصدقاء حسب ظني. سأبحث في حقائبك. ماذا؟ لا 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 لا، لديك مشاكل مع الممنوعات في ناديك؟ توجد الممنوعات في كل النوادي طبعا دون شك، لكن في النادي الذي تعمل فيه؟ لا لا أظن ذلك. لا؟ هذه ثقيلة. ما هذا برأيك؟ هل اشتريته لها؟ لا. شكرا، استمتع بوقتكما، وتذكر أثناء الخروج من البلاد ستبقى الممنوعات ممنوعة وستبقيان عرضة للتفتيش. حسنا، كونا على حذر. أجل. لا تستخفى بشيء حتى تعودا وتستمتعا بمهرجانات أخرى في المستقبل. أجل. Thank you.
ليس لكل الممنوعات نفس المظهر، لكننا نبلي بلاء حسنا في إيجاد الكثير من الأمور، هذا مؤكد. اعترضنا شحنة أخرى، يعتقد الضباط أنها تحوي حبوبا، سنختبرها حتى نعلم ما هي. اكتشفنا هاتين الرزمتين وهما متجهتان إلى الشخص نفسه، سنفتحهما لنرى ما لدينا. لدينا هنا بعض الحبوب، أكياسها مفرغة من الهواء وللحبوب شكل جمجمة. لسنا متأكدين من ماهيتها، لكن الرزمتين من هولندا وهي مصدر جيد للحبوب الممنوعة، لذلك علينا إجراء فحص ميداني. على اللون أن يصبح أزرق. ها هو ذا. نتيجة الفحص إيجابية، ممنوعات. أثناء موسم مهرجانات الموسيقى أو عطلة الربيع نلاحظ زيادة في الحبوب الممنوعة القادمة إلى فلوريدا الجنوبية. دعونا نزنها لنرى ما لدينا. هناك كمية كبيرة، إنها تقريبا 1000 حبة. سنتصل بمباحث الأمن الداخلي كي يتخذوا المزيد من الإجراءات. إنه يستمر في النظر حوله، لا أعلم إذا كان يبحث عن مخرج أو عن شخص يعرفه، لذلك نود أن نعطيه الحرية وأن ندعه يظن أنه غير مراقب. حين. أجل، معه حقيبتان، إنه في الخلف. إنه ينظر حوله فقط، لست متأكدا عما يبحث، ولكن قد تكون هذه إشارة. إنه ينتظر أحدهم، سأدعه يأتي باتجاه المخرج وفي طريقه سأمسك به. كيف حالك أخي؟ كيف الحال؟ بما أساعدك؟ عفوا؟ بماذا أساعدك؟ عفوا؟ هل تحتاج إلى مساعدة؟ أجل أساعدك؟ أحتاج فكة لاستئجار العربة. أو يمكنك استخدام البطاقة الائتمانية. لكنني لا أجدها. أجل، لا أستطيع مساعدتك. قد أساعدك بحمل الحقائب. هاتان فقط. أرني جواز سفرك. حسنا. أنت بخير؟ جيد، يسعدني ذلك. تعال معي يا رجل. بمجرد رؤيته لي بدا كأن أحدا ما أمسك به في وضع غريب وفجأة، مما نبهني على احتمال وجود خطب ما في هذا الموقف، وأن فحص الحقيبة ضروري. أثناء البحث رجاء لا تلمس أي شيء. حسنا، اتفقنا؟ أجل. جيد. قياسه 32. أنا أرتدي نفس الشيء. البنطال لك؟ أجل سيدي. ما قياس بنطالك؟ 33-35. 33-35 صحيح؟ أجل أنت طويل. 32. إنه قماش مطاطي. فهمت، إنه مطاطي. هل يمتد طوليا؟ يمتد بالطول؟ لا يمتد طوليا. نحن مدربون كضباط على أن نكون شديدي الملاحظة. الأغراض التي يجلبها الناس إلى هنا يجب أن تكون منطقية. إن لم تكن منطقية فقد تكون تلك الأغراض مؤشرا لشيء غير طبيعي. لمن تجلب هذه؟ هذا رقم هاتفه. أن تحضر أغراضا لأشخاص؟ أجل، لا مشكلة بذلك. من هذا الشخص؟ أمي. من هو؟ صديقه بل أخوه، أعطاني إياها لأوصلها إليه. يجب أن أتصل برقمه عندما أصل لأتواصل معه. سيأتي لأخذها منك؟ أجل، من فندقي. أها، أنت كرجل توصيلات وضب أغراضك. لا شيء له، كل الأغراض لأشخاص آخرين. رد فعله ولغة جسده مشككان، يبدو متوترا. مثل أي شخص آخر عملي بسيط للغاية، التأكد من أن نواياه حسنة عند دخول الولايات المتحدة. سنفتش هذا الشخص جسديا لنتأكد أنه لا يحمل شيئا. ماذا يحدث يا سيدي؟ سنتفقد ما تحمله، لا داعي للخوف، لن نؤذيك.
مهرجانات الموسيقى الكبرى نبهت الجمارك لحمولة قادمة من بلدان معينة أتت منها حمولات ممنوعات سابقا أو كانت مصدر قدوم مهربين سبق وحاكمناهم. نحن نختار رزما معينة فقط نلقيها على الأرض حتى تشمها الكلاب هنا. لا يبدو أنها تحوي على شيء. أشعر بوجود شيء غريب. لونه بني غامق يوحي وكأن هناك شيئا سميكا في الداخل. هذا ما كنت أنظر إليه. حسب الغلاف الحلوى مصنوعة من الحليب والشوكولاتة، لكن مظهره يوحي بشيء آخر. إنه مسحوق أبيض. لا أعلم ما نوع هذه الممنوعات، لكنها ليست شوكولاتة بالتأكيد. يجب أن نختبره لنعرف نوع الممنوعات. علي ارتداء معدات الحماية لأنه قد يكون هناك أحد العقاقير المؤذية. فهناك أنواع من العقاقير يمكن أن تطرحني أرضا. لدينا هناك مضاد في حال أثرت في الممنوعات. حسب الجهاز هنا إنه أحد أنواع الممنوعات. سنزمه. مئة وستة وأربعون جراما. أرسل حلوى حقيقية معها. سيجربون أي طريقة ليخبئوها منا. كانت في طريقها إلى كاليفورنيا الجنوبية، لكنها لن تصلهم. يا رفاق، ضباط الجمارك اعترضوا طردين يحويان حوالي 1000 حبة من الحبوب الممنوعة والتي كانت متجهة إلى شخص عرفنا أنه في كورال سبرينغز. بالنسبة للحبوب الممنوعة فهي عادة تنتج في البلدان الأجنبية وتهرب إلى الولايات المتحدة. غالبا تأتي من هولندا، تأتينا من ألمانيا. عادة تكون نقاوتها عالية جدا. هذا هدفنا. ذكر أسود لديه سجل إجرامي سابق يخص تهريب الممنوعات. سيوصل ضابط شرطة متخفي الطرد إليه، يضمن أنه قبله ثم يجعله يوقع على استلامه. لدينا مذكرة تفتيش وقع عليها القاضي. يجب أن يدخل الطرد إلى منزل المتهم قبل أن نستخدم المذكرة. أي أسئلة، تعليقات، مخاوف؟ حسنا، تجهزوا وسنراكم في الخارج في نقطة الانطلاق. حسنا، انطلق الجميع، نحن متجهون نحوك. ثلاث طرق يمكنك إحضار الممنوعات فيها إلى هذا البلد، وذلك إما في الحقيبة أو تحملها معك حول جسدك أو داخل الجسم. النتيجة سلبية بالنسبة إلى وجودها على الجسد. سنكمل التحقيق. ستظل هنا ثلاثة أسابيع؟ هذه فترة طويلة. ماذا تخطط لأن تفعل؟ سوف أزور العديد من متنزهات الملاهي. أتعرف أي شخص في نيويورك؟ لا، فقط الشخص الذي سيستلم ثيابه. في منزل من ستقيم؟ هنا. أجل، سأمكث في فندق. في فندق أورتشارد ستريت. اجلس اجلس أورتشارد ستريت. لذلك اجلس اجلس اجلس. لذلك حجزت في مكانين حتى إذا ذهبت إليه وكان مكلفا للغاية فسأبحث عن فندق آخر أرخص. مهلا، أنت لا تعرف تكلفة الفندق؟ 200 و... وماذا؟ 200. اجلس اجلس، لا تستمر في الوقوف. اريد منك ان تبقى جالسا، وقوفك يسبب توتر. لديك حجز حاليا في مكانين؟ هل يمكنك ان تكون في مكانين في نفس الوقت؟ ذلك مستحيل. مستحيل صحيح. هذا سخيف. بسخافة الحجز في فندقين
في نفس الفترة الزمنية. يجب أن تتفقد الفندق. أتعلم كيف نتفقد الفنادق؟ لا سيدي. الإنترنت؟ ما نوع عملك؟ أبيع الملابس المستعملة. ملابس مستعملة؟ إذا لديك مستودع. لا، ليس مستودعا كما في المصانع. ليس مستودعا مثل المصانع. إذا متجر. متجر، مجرد متجر. كما تعلم. اجلس، اجلس. أريد أن أريك شيئا. اجلس. لا تريني شيئا. أريد التحدث معك. رأيت الملابس. حسنا. سأتكلم عن شيء معك. كم تجني في الشهر الجيد؟ $700. $700 في شهر جيد. وكم تجني في الشهر الأسوأ؟ 400 أو 300. 400. لنقل إنك تجني $500 شهريا، هذا يعني $6,000 في السنة. كم لديك في حسابك المصرفي؟ تقديريا 800,000 ليرة. إذن المال في حسابك المصرفي $2,000 تقريبا. حسنا، هل دفعت للفندق؟ ليس بعد. هذا يعني $4,400 لفندقك. $4,400 عليك أن تدفعها قبل مغادرتك هنا، وأنت لديك فقط $2,200 بالإضافة إلى $1,500 في جيبك. فهل يمكنك إخباري كم سيصبح المجموع؟ أقل من 4,000، وهذا غير منطقي. كيف؟ لا أفهم. لقد شرحت لك الأمر للتو. من أين تكاليف هذه الرحلة؟ راتبك في السنة $6,000، وما تخبرني به حاليا هو أن هذه الرحلة التي تقوم بها مكلفة. هناك مال قادم من مصدر آخر في وضعك. لديه حجزان في فندقين مختلفين. المال الذي يحمله أثناء السفر لا يبدو كافيا لهذه الرحلة، وحتى يبقيه هنا للوقت الذي يزعمه. عندما تكون الأمور غير منطقية، علينا أن نحقق مع مسافرين أكثر لنضمن أنهم أتوا إلى هنا ليفعلوا ما قالوا إنهم سوف يفعلونه. لا تعلم إلى أين أنت ذاهب، أليس كذلك؟ لديك عنوان المكان الذي أنا ذاهب إليه. إذن إذا اتصلت بالفندق سيقولون إن لديك حجزا هناك. اتصل بالفندق. أعرف كيف أتصل. أنا أسألك إن كانوا سيؤكدون الحجز. أجل سيدي. سنتصل بهم. و هل سيأتون لاصطحابي؟ لست أتصل لتوصيلك، أتصل لأعرف إن كان لديك حجز، وأنا واثق أنه ليس لديك. أنا مخطئ؟ هيا اتصل وسترى. أعلم أنك لا تملك حجزا. لا مشكلة، شكرا على وقتك، مع السلامة. أجرينا بحثا عن اسمه، أخبرناهم أننا نريد معرفة إن كان هناك حجز يبدأ اليوم أو غدا حتى موعد ذهابه. لا يوجد ملف له. لا شيء، ليس لديهم سجل يدل على أنه يحاول حتى أن يحجز، لذا فإن الأمور لا تسير في مصلحته. لا أحد يعرف أين سينام الليلة، لكن نتمنى أن نعرف ذلك مع انتهاء المقابلة. اتصلنا بالفندق وقالوا أن ليس لديك حجز. ليس لدي حجز؟ ليس لديك، هذا مؤكد. لذلك في هذه المرحلة لم نصل إلى حقيقة قصته. يبدو أنه يكذب حيال الكثير من الأمور التي يخبرنا بها. لم نستبعد أنه ربما قد ابتلع الممنوعات. بما أن هذا الشخص لديه صلات مع مهربين قبض عليهم داخل البلد في الماضي، نحتاج إلى تكلم معه عن صلاته بأولئك الناس، لأنهم قد يكونون مجرد أصدقاء أو أفراد عائلة، أو قد يكونون شركاء في تجارة الممنوعات وفي أعمال لا يجدر به أن يكون جزءا منها. من أين تنحدر؟ من نيجيريا تحديدا؟ من أديربا. أديربا، التقيت ببعض الأشخاص من تلك المدينة. هل تعرف دانيال؟ دانيال؟ هل هو من أديربا؟ أجل، ألا تذكره؟ لا. ماذا عن مايكل؟ لا أعرف. لا، لا تعرفه أيضا؟ ماذا عن ساميول؟ لا أعرف. هل تعرف أي شخص يحمل هذه الأسماء؟ دانيال، مايكل، ساميول؟ لا. ألست أصدقاء؟ لا. لا. لما تسألون عن دانيال؟ نظن أنه كان يعمل في نفس مجالك. نظن أنه كان هنا في نفس الوقت الذي أتيت به إلى هنا في آخر مرة. لا أعرف. المجال نفسه وفي نفس المدينة، وكنتما هنا في أمريكا في نفس الوقت. هل يعيش في الولايات المتحدة؟ أجل، يعيش هنا منذ حوالي 5 أعوام. حقا؟ أجل، في الإصلاحية. السجن. دخل السجن لابتلاعه ممنوعات. أظن أنها صدفة. لا أعرف شيئا عن الممنوعات ولا عن التهريب. لا شيء. عليك أن تفهم، أعرف الكثير من الأمور عن الناس الذين نتعامل معهم. أتعلم لماذا أنت في هذه الغرفة؟ أجل سيدي. ماذا يفعل ضباط جمالك؟ نبحث في أمور الأشخاص القادمين إلى هنا الذين ربما يريدون أذيتنا، ولكن الضباط الذين في هذه الغرفة معك وحدة مختصة هنا في المطار
وحدة مكافحة الممنوعات، فريق كشف الممنوعات. ماذا؟ أنا أتألم هنا. تتألم؟ أتريد سيارة إسعاف؟ سيارة إسعاف؟ أجل؟ لا. حسنا، لأن سلامتك هي أهم شيء حاليا، لذا استلقي، دعوه يرتاح فقط. نحن في طريقنا إلى نقطة التمركز، لدينا فريق يراقب الشقة، ببساطة سنذهب إلى هناك حتى نصلها. هل الجميع جاهزون للتوصيل؟ كلا، انتظروا، راقبوا أين سنتموضع. نحن نقود حاليا في الأرجاء حتى نجد أفضل مكان للتوقف، وننتظر بقية الوحدات حتى تستعد. أظن أن هذا هو المبنى. كريس، معك ماركو، هذا هو المكان هناك صحيح، عند الدرج؟ أظن ذلك. أجل، هذا هو، إنه الباب أسفل الدرج. هل الجميع داخل المحيط؟ هل الجميع جاهز؟ نحن جاهزون. حسنا، فلنباشر ونرسل العميل المتخفي عندما يكون جاهزا. هذا هو مبنى الهدف، حاليا سنرسل شرطيا متخفيا يحمل الطردين ليوصلهما، وبعد ذلك سننتظر قليلا حتى يفتح الطرد ويبحث فيه. لذلك عندما ندخل سنلقي القبض عليه ويده في وعاء الحلوى كما يقول الناس. تشبيه سخيف، ما لم يعجبك؟ العميل المتخفي يتحرك. العميل المتخفي يتحرك. علم. نحن نراه، أصبح العميل المتخفي عند الهدف الآن، طرق الباب للتو، تأهبوا. فتح الباب، تواصل العميل المتخفي مع المشتبه به. فتح الباب، تواصل العميل المتخفي مع المشتبه به. حسنا، لقد استقبلوا الطرد، تم إيصاله لهم، أصبح داخل الشقة. فريق التدخل وفريق الدعم الثانوي يكونوا على استعداد. فريق التدخل، علم، العميل المتخفي يمشي عائدا إلى السيارة. الطرد أعطي للزوجة، وقعت على استلامه، كان يتكلم معها عبر الهاتف عندما تم الأمر. علم، تلقيت ذلك. إلى جميع الوحدات، الهدف ليس في منزله، الهدف ليس في منزله، المرأة هي من استقبلت الطرد، كانت تتكلم على الهاتف مع الهدف حينها، من المفترض أنه في طريقه إلى المنزل. هل سمع الجميع؟ علم، تلقينا ذلك. للأسف في مهنتنا هذا أمر عادي، عندما نقوم بهذا النوع من العمليات فهي لا تكون عادة سهلة، نوصل الغرض ثم نجلس وننتظر حتى يصل. في عملية أخرى جلسنا ننتظر لمدة 3 أيام متتالية، لذا فهذا جزء من عملنا. نحن نبحث فقط عن مجموعة من مرتدي مهرجان كوتشيلا في هذه الرحلة، كما أن أحد حاملي الممنوعات قادم أيضا. تماما، سنقوم بعملية تفتيش للمسافرين المغادرين اليوم. وجدنا أن الكثير من المسافرين الذين يأتون إلى هنا للذهاب إلى هذه المهرجانات يحصلون على الممنوعات ويعيدونها معهم. سيدي، سيدي، تعال معي. حسنا، لا أحمل شيئا. ليس لديك شيء؟ لا شيء. ماذا تقصد بقولك هذا؟ ثق بي، لا شيء. مهلا، استمع إلى الأسئلة. عندما تقول إنك لست تحمل شيئا، ماذا تقصد بذلك؟ ربما الممنوعات أو ما شابه. لماذا تقول لي الممنوعات؟ لا أعلم. أهناك شيء يجب أن أعرف بوجوده؟ أشياء ممنوعة؟ أجل.
لا لا لا. هل كنت قريبا منها من قبل خلال فترتك في الولايات المتحدة؟ أحدهم عرضها علي. أجل، ماذا عرض عليك؟ الممنوعات. ممنوعات. أجل، هل دخنت بعضا منها؟ لا لم أفعل. أين كنت خلال إقامتك في الولايات المتحدة؟ إلى أين ذهبت؟ كوتشيلا. كنت في كوتشيلا. حسنا، ما هذا؟ أتعلم شيئا؟ هذه ورقة من نبات ممنوع. أكنت تدخن الممنوعات في المهرجان؟ أجب بنعم أم لا. أجل، كنت أدخنها. وأنت زائر صحيح؟ أجل، أنا من ألمانيا. فدراليا الممنوعات غير قانونية. حسنا، تزور أمريكا أولا ثم تزور كاليفورنيا. بما أنني سأظهر على التلفاز يجب أن أروج لموسيقاهم. أتود أن تأخذ هذا الموضوع بجدية أكبر. حسنا، آسف. هل لديك عمل تعود إليه؟ الأسبوع القادم سأعود للجامعة. عليك أن تعود إلى هناك في الأسبوع القادم. حسنا، إذا لديك الكثير من الوقت. أنا، لكنك لا تستطيع الصعود في رحلة اليوم. حقا؟ الآن أصبح الموضوع جديا. أتذكر الإشارة التي قمت بها؟ كنت تقدم إعلانا؟ هل هذا الموضوع لم يعد مضحكا؟ ليس لعبا ومزاحا. لا، لم يكن كذلك. كان كذلك عندما كنت تقوم بتلك الإشارات. كان ذلك غباء. تابع الابتسام. اذهب وقف في وجه الحائط هناك. سأتكلم مع رئيستي. لدي ورقة صغيرة فقط، كانت في كوتشيلا كالبقية. انظري فقط؟ أجل، ورقة صغيرة. هل تتعاطى الممنوعات كثيرا؟ كنت أتعاطاها أكثر عندما كنت صغيرا، لكن ليس بكثرة الآن. أعطني رقما. أسبوعيا. أجل، مرة أو مرتين. أحصل على معلوماته. سنلغي تصريح السفر الإلكتروني خاصته. نواجه مسافرين يحملون تصريح السفر الإلكتروني والذين يأتون للذهاب إلى المهرجان الموسيقي. إذا وجدنا ممنوعات أو أن لديهم تاريخا طويلا باستخدامها فلن يستفيدوا من برنامج الإعفاء من التأشيرة. نحن نعلم بالفعل أنك تتعاطى الممنوعات بشكل اعتيادي. إذا حاولت القدوم باستخدام تصريح السفر الإلكتروني مجددا فوفق القانون الفيدرالي سنضطر إلى إخراجك من البلد. سنسمح لك بالذهاب اليوم كما لو لم يحصل شيء. سمحنا له بالذهاب دون تدخل في سفره، لكننا سنضع على اسمه إشارة في كل الأحوال. أحسنت أيها الكلب، أحسنت. أنت بخير؟ أنا بخير. لا مشكلة. في نيويورك نرى القليل من كل شيء. نرى أشخاصا قادمين من أفريقيا، من أمريكا الجنوبية، من جزر الكاريبي. حسنا، نتعامل مع أشخاص من كل مكان. أجل سيدي. وإحدى الطرق التي يحضر بها الناس الممنوعات إلى البلد من مناطق مختلفة ومنها نيجيريا هي طريقة الكبسولات المقتنعة. يقومون باتصال هاتفي يخبرون شركائهم في نيويورك أنهم قد وصلوا، وبعدها يقومون بإعطائهم الكبسولات التي كانت في معدتهم. يجنون الكثير من المال. تفقدنا حالتك المادية من قبل. ربما العمل ليس مزدهرا، ربما الأمور غير جيدة. لذلك عندما نتعامل مع أشخاص مثلك يفعلون هذه الأشياء فنحن نريد أن نساعد أولئك الأشخاص. صحيح؟ الآن سوف نأخذك إلى الطبيب. أجل. سيظهر فحص الأشعة السينية كل شيء داخل معدتك. عندما يترعى الناس الممنوعات ويحاولون القدوم إلى هنا يذهبون إلى السجن، وأنت لن تخرج من هذا الباب حتى نعرف ما في معدتك. يا للهول. أجل، هيا بنا لنأخذك إلى فحص الأشعة السينية. نحتاج إلى موافقتك. هل أنت موافق؟ أجل سيدي. حسنا، أريد توقيعك هنا. حسنا، هذا جيد. إذا الآن هذه أول خطوة خلال التحقيق. اتفقنا؟ لا مشكلة. الخطة الأولى، نرى أكثر من 17 مليون شخص قادما إلى مطار جورج إف كينيدي. نأخذ حوالي 50 شخصا منهم إلى الطبيب من أجل فحص الأشعة السينية. نحن لا نمسك بالأشخاص من الطائرة ونرميهم أمام الأشعة. نحن نجتهد في البحث. سنأخذك إلى الطبيب. حسنا، وفقا لسياساتنا سنضطر لوضع الأصباط على يديك. أنت لست معتقلا بل محتجزا. حالما يقول طبيب أن لا شيء داخلك سننزل الصاد وتكون حرا للذهاب. حسنا حسنا، أسدلي معروفا، قف واستدر. سنمسك بهذه الذراع ونضعها في الخلف. ها أنت ذا. أنت بخير؟ أجل. صورة الأشعة السينية لا تكذب، ستكون جوابا للسؤال الذي يطرحه الجميع الآن. ذراعك بخير؟ أضع دقائق فقط على هذا النحو. حسنا، وسنعرف بشكل مؤكد. لن نفكر في الموضوع لاحقا. شكرا لك.
تقدم ببطء. تقدم. عليك أن تجلس هنا. اجلس. سيأتي الطبيب. التعامل مع من يحملون الممنوعات داخل أجسادهم يشبه لعبة خطيرة جدا. البعض يلجؤون لأفعال يائسة لأنهم يوضعون في مواقف سيئة. الأشخاص الذين يريدون هذه الممنوعات هنا لا يهتمون بصحة المهربين. لقد اعتقلنا العديد من الناس الذين حالما قمنا بأخذهم إلى طبيب لأخذ صورة الأشعة السينية كانوا يحتاجون إلى عناية طبية. أهم شيء هو سلامة وصحة المسافر وإبقاء تلك الممنوعات خارج الشوارع. الأشعة السينية لا تكذب. الفحص لا يكذب. لا توجد حالة وسطية مع الأشعة السينية. قطعتان. قطعتان ماذا؟ أتقصد هاتين القطعتين؟ سنفتش بعض صناديق البضائع هنا. سنقوم ببحث عشوائي فقط لنرى إن كنا سنجد أي بضائع مهربة كالممنوعات بشكل رئيسي. جميل. أجل. كل شيء جيد هنا. إلى الصندوق التالي. أجل، نريد فحص هاتين القطعتين بالأشعة السينية. هل ترى كل هذا المعدن؟ وهذا عضوي. حسنا، نريد حتما أن نلقي نظرة أقرب على هذا الشيء. دعها في الداخل. أتقصد هكذا؟ أجل، حتى ترفع الغطاء. قليلا، قليلا فقط. اسحبها إلى الأعلى. يا للهول، ها هي. حسنا، تبدو كالممنوعات، لكن سنختبرها حتى نتأكد. يمكنك أن تشمها منذ الآن. اللون بنفسجي. تبدو كالممنوعات. هذه شحنة صادرة. من الشائع أن تذهب إلى المملكة المتحدة. الكثير من مراكز بيع الممنوعات هنا تشحنها إلى الخارج. إذا هذه الحمولة تبدو كعلبة قطع حاسوب ولديها زر على جانبها هنا غالبا حتى يجعلوها تبدو حقيقية، لكن بعد فتحها وجدنا أنها ليست قطع حاسوب. الكمية تبدو كبيرة، لدينا 3 صناديق منها. إذا الآن سنتابع في مصادرتها. سنتصل بوكالة مباحث الأمن الداخلي وسيقررون إذا كانوا يريدون التدخل في هذه العملية وأن يلقوا نظرة أقرب عليها. نحن نجلس هنا منذ حوالي 5 ساعات ونصف منذ أن وصلنا إلى الموقع وبدأنا مراقبة السكن المقصود. يوجد نشاط قليل، لكن لا علامة على حضور المشتبه به الرئيسي حتى الآن، لذا سننتظر. انتبهوا، قد تكون هناك سيارة كاميرا متجهة إليكم. علم. أتوقع أن تكون كاميرا رمادية. رجاء، كاميرا ذات لون رمادي غامق. أرجوك. انتبهوا، هناك سيارة يركبها رجلان. أحدهما أصلع. قد يكون هو هدفنا. تأهبوا. أجل. الهدف دخل إلى محيط المبنى مع ذكر آخر. أجل، علم. تم تأكيد رؤية الهدف. الهدف داخل الشقة. الشخص الآخر ما زال في الخارج. لديه جدائل، قميص أحمر وبنطال قصير بلون بني فاتح. حسنا، عاد إلى الخارج. يحمل صندوقا. هل ترى أنه في الخارج ومعه شيء في يديه؟ لابد معه الصندوق. أجل، إنه الشخص الذي سيأخذ الممنوعات. هل تراه إنه في الخارج وهناك شيء في يديه؟ لا
لابد أنه الصندوق. أجل، هذا الشخص الذي سيستلم الممنوعات أعطاه شيئا يحمله في يده للتو. لا أرى ما هو. أنا أرى مالا في يد الهدف، إنه يسلمه إياه، لكن كل ما رأيته حتى الآن هو المال. لم يتبادل شيئا إلا المال. أغلق الباب وغادر الرجل. تابع مراقبة السكن، لم تتحرك الطرود ولم نره يخرج من الباب، لذا ما زلنا بخير. استمر في مراقبة الشقة، هذا هو الهدف الرئيسي. فتح الباب. لديه شيء في يده، يبدو أنه أحد الصناديق، وضعه خارجا في الأمام وإلى الجهة اليمنى، والآن هو أمام الشقة، يبدو أنه يفتحه. فريق التدخل وفريق المساندة الثانوية انطلقوا. علم نحن نتحرك يا رفاق. يا رفاق يا رفاق، لقد أمسكنا بأحدهم. لا تتحرك، ابقى ثابتا. حسنا، أمسكنا بأحدهم. المشتبه فيه إخراج الطردين من الشقة، ويبدو أنه بدأ بفتح أحدهما. فتحرك فريق التدخل وفريق الاعتقال وقاموا باعتقاله في الخارج دون حوادث. أنت المستلم صحيح؟ أجل سيدي. بعد 5 ساعات ونصف من الانتظار والمراقبة أثمر صبرنا. تابعنا وفعلنا مذكرة التفتيش، أخذنا أحدهم إلى الحجز. كن جيدا معنا وسنكون جيدين معك. حسنا. أجل، أريد أن أعتذر من زوجتي فقط، هذا هو طلبي الوحيد. جميعنا رجال نحب عائلاتنا. أفهم ذلك بالفعل. حسنا يا أخي، أفهم. فقط أصبر قليلا وسنأخذك إلى الداخل، سنخرجك من مرمى نظر الناس، لا يجب على أحد رؤية هذا. حاليا سنجلس ونتكلم معه، يبدو أنه سيكون متعاونا، لذا ببساطة بعد يوم عمل طويل أنجزنا المهمة. للأسف عندما نفذنا مذكرة التفتيش التقينا بعائلة الهدف، لديه طفلان، وللأسف لأعماله عواقب، والآن على عائلته التعامل معه. إذا اتصلنا بوكالة مباحث الأمن الداخلي وأخبرناهم بالشحنة التي صدرناها، وضعنا كل الصناديق في الخارج حتى يلقوا نظرة إليها مع تغليفها الأصلي. كان هناك 30 صندوقا، وجدنا أن الوزن هو 386 كيلوغراما. هذا عمل جيد لليوم بالتأكيد. مع المعلومات التي لدينا اتصلنا بالمكتب الملحق في سفارتنا وتكلموا مع شركائهم خارج البلاد، قالوا إنهم جاهزون لاستكمال التحقيق، سنعيد تغليفها ونرسلها إلى وجهتها. هذا يبدو جيدا، سنساعدكم في ذلك الآن. هذا أهم شيء. بقي لدينا 800. إذن الآن نحن نعيد تغليفها بالشكل الذي وجدناها فيه حتى تكون جاهزة لرحلتها عبر البحار. هذه شراكة عظيمة بين الجمارك وحماية الحدود ووكالة مباحث الأمن الداخلي. يتسنى لنا إبعاد الممنوعات عن الشارع وإكمال التحقيق خارج البلاد مع شركائنا في الوكالات الأمنية، وبالتأكيد سنساعدهم من هنا من الولايات المتحدة، سنحصل على تلك المعلومات أيضا. لدينا كل ما يفيدنا من معلومات، ولكن نتيجة الفحص سلبية. إنها لا تبدو كالكبسولات. عادة يكون لها شكل موحد وهناك الكثير منها، ولا أرى أي من ذلك. نتيجة الفحص تنفي وجود أجسام غريبة، مما يعني أنه ليس لديه أي شيء يهمنا. حسنا تعال واجلس هناك. تابعنا التحقيق بطريقة دقيقة وإلى درجة مرضية لنا. كانت هناك تناقضات في قصة الرجل، من مكان مبيته إلى من سيلتقي إلى ما سيفعله هناك. لذلك عملنا هو التأكد من أن جميع القادمين لهم نوايا حسنة. لا تنزعج، لا تعتبر الموضوع شخصيا. لا، لن أعتبره شخصيا.
أنا متسامح. أنا صديق للأشخاص الصالحين دائما، وفوق كل شيء ما أريد أن أقوله هو أمريكا بلد عظيم، وقلت أريد الذهاب في العطلة إلى ذلك البلد العظيم. جيد، أنا سعيد ببراءتك. شكرا. على الرحب. استمتع. لديك حقيبة ثقيلة، هل أساعدك؟ ساعدني بحمل الثقيلة. هذا ما سأفعله. هيا، تستطيع الذهاب. هيا، سر أنت أمامي. رحلة سعيدة في أمريكا. وظيفتي منع الممنوعات من الدخول إلى أمريكا وانتشارها في الشوارع. أنا لست هنا حتى أزعج الناس أو حتى أؤخر الناس أو أتعبهم. كيف حالك؟ بخير. ما هدف الزيارة؟ هذا السيد فهم في النهاية، كان يعلم أن لدينا عملا ننجزه والموضوع ليس شخصيا.